السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا إخواني الكرام. هذه الحلقة 23 من برنامجكم اعرف حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، وهو شرح لكتاب مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وصلنا في هذه الحلقة إلى باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الترمذي رحمه الله ذكر في هذا الباب 7 أحاديث، منها 5 أحاديث صحيحة. طبعا إخواني الكرام، مش هنسى أن أنا أذكركم أنكم تعملوا إعجاب بالفيديو، لأن ده بيساعد على نشر هذا الفيديو، وكمان تعملوا اشتراك في القناة إذا ما كنتوش مشتركين في القناة، لأن ده بيكون في دعم لقناتنا، وشكرا لكم. الحديث الأول حديث عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده يدل على إيه؟ يدل على خلق هام جدا من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأدب من الآداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أدب التبسم مع الناس، إن يكون المسلم وجهه في بشر، إن هو يحسن معاملة الناس. تكلمنا في خلال الأبواب السابقة عن عدد من الآداب النبوية والأخلاق التي علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من حسن التدين ومن حسن الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن يكون المسلم بشوش الوجه، إن يكون الإنسان المسلم المتدين يكون دايما على وجهه ابتسامة. شوف هنا سيدنا عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده لما تسمعه يدل على إيه؟ يعني لما واحد يقول ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله، ده معناه إيه؟ معناه أن كان النبي دايما عليه الصلاة والسلام وجهه مبتسم، يعني كانت الابتسامة لا تفارق وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. الغريبة أن كتير من المسلمين بيتخيل أن من التدين أن يكون متجهم الوجه، أن يبقى مكشر، يكون وجهه فيه عبوس. حتى تجد كتير للأسف الشديد من الإخوة ممكن يكون أخ متسنن ويكون محافظ على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظاهرة، ولكن تبص تلاقي وجه الأخ إيه؟ يعني عابس ومكشر، مع أن هذا هو على النقيض من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذا كنا إحنا مسلمين متدينين ينبغي علينا أن نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة، وهي أن دايما يكون على وجوهنا ابتسامة. وفي طريق أخرى عنه، يعني عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه، قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. يبقى هنا الحديث ده فيه معنيين. المعنى الأول أن كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام دايما الابتسامة على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، دي حاجة. الحاجة التانية هو ما كانش بيضحك ضحك شديد، يعني ما كانش بيضحك ويقهقه في الضحك عليه الصلاة والسلام، لا، ما كانش ده من أدب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان من أدبه الشريف عليه الصلاة والسلام إن هو كان يتبسم. يبقى إحنا عندنا حالتين أهو، ناس تبقى طول الوقت وشهم مكشر ووشهم عابس، ودايما تحس إن هم الدنيا فوق دماغهم، فيبقى دايما وشه مكشر، ده ليس هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وناس تانية طول الوقت عمالين يضحكوا عمال على بطال، وده أيضا ليس هو هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام إن هو كان دائم التبسم في وقار عليه الصلاة والسلام، مش يضحك أوي ويقهقه لا، وكمان مش يبقى عابس، ولكن يكون وسط بين هذا وبين هذا صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا عارف أول واحد هيدخل الجنة، وإحنا كمان عارفينه مين هو؟
أول واحد هيدخل الجنة هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، هو أول من يأخذ بحلق الجنة عليه الصلاة والسلام. يبقى أول واحد هيدخل الجنة هو النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا لم يذكر نفسه بشكل صريح في هذا الحديث، طبعا هو ذكر هذا في أحاديث أخرى، ولكن لم يذكر هنا عليه الصلاة والسلام هذا بشكل صريح تواضعا عليه الصلاة والسلام، لأنه أول من يأخذ بحلق الجنة. فيقول الخازن من لما يذهب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علشان يطرق باب الجنة، كل الناس تبقى واقفة منتظرة هذا المشهد، كل أهل الجنة واقفين قدام أبواب الجنة مستنيين الأبواب تفتح حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو أول واحد يأخذ بحلق الجنة. حلق الجنة اللي هي عارف انت البيبان بتاعت زمان كان بيبقى عليها حديدة كده بيخبطوا بيها، هي دي الحلقة بتاعت أول واحد يمسك الحلقة دي ويطرق أبواب الجنة هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يعمل كده يطرق أبواب الجنة، الناحية التانية بقى من جوه الجنة رضوان خازن الجنة يقول من، مين اللي بيخبط؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام باسمه المجرد عليه الصلاة والسلام تواضعا، وكان أكمل الخلق تواضعا بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الملك خازن الجنة يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، مفيش حد يدخل الجنة قبليك. فده أول حد يطأ الجنة بقدمه الشريفة هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأمته من خلفه صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني إحنا آخر أمة ولكن نحن الذين نسبق في دخول الجنة يوم القيامة. نسأل الله العظيم أن نكون مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. فهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر رجل يخرج من النار. آخر واحد يخرج من النار يعني إيه؟ اللي هو آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة. ما هو الناس يوم القيامة هيبقوا ثلاث حاجات، ناس يخشوا الجنة من أول الأمر على طول، نسأل الله أن يجعلنا منهم، يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب يخشوا الجنة على طول، وناس تدخل النار مخلدين فيها لا يخرجون منها أبدا، وهؤلاء من مات على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. النوع الثالث من دخل النار من أهل التوحيد، المسلم الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولم يأتي بناقض لها حتى مات، ولكن كان بيعمل معاصي أكثر بكتير من الحسنات اللي بيعملها. فلما يأتي يوم القيامة توزن حسناته وسيئاته، فإذا رجحت الحسنات على السيئات خلاص يدخل الجنة بغير عذاب. لو رجحت السيئات على الحسنات يحصل إيه؟ ده لابد أن يطهر، لأن الجنة دار طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، فلا يدخل الجنة بخبثه، لابد أن الخبث اللي هو عليه ده يطهر منه. يطهر منه إزاي؟ بالنار، يلقى في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيبقى فيها إلى أن يطهر من هذه الخبائث من هذه السيئات، فإذا طهر منها يخرج من النار فيدخل الجنة. بس الناس دول مش كلهم هيطلعوا مرة واحدة، لا، ده كل واحد على قدر بقى عمله. ممكن واحد يكون المعاصي اللي عملها أكتر من الحسنات بس بشوية صغيرين فيخش يقعد شوية صغيرين. ممكن واحد يكون قتل بقى ناس كتير ويكون أكل أموال الناس بالباطل وعمل مصايب كتيرة جدا 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 جدا، فده ممكن يقعد في النار بقى سنين طويلة، ممكن يقعد قرون طويلة، يقعد 100 سنة، يقعد 1000 سنة، يقعد 10,000 سنة، يقعد 1,000,000 سنة، يقعد في النار حتى يطهر من هذه الجرائم والخبائث ثم يخرج منها فيدخل الجنة. فيبدأ الناس بقى اللي هم المسلمين اللي دخلوا النار دول يبدأوا كل واحد فيهم عاملين ايه، يعني مع الفرق طبعا في التشبيه، زي ما يكون ناس محطوطة في السجن وكل واحد يقضي المدة بتاعته يطلع، فهم كده يبقوا محبوسين في النار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا من عذاب النار. يبقوا قاعدين في النار كل واحد تخلص مدته يطلع، يقعد ليقعد مثلا يوم، يقعد أسبوع، يقعد شهر، يقعد 10 سنين، كل اللي يخلص يطلع 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 لحد آخر واحد بقى، آخر واحد خالص اللي هو آخر حد هيخرج من النار ويدخل الجنة. فإذا خرج منها خلاص تتقفل بقى النار، ما فيش حد يطلع خلاص، يبقوا قاعدين في النار ما يخرجوش بقى منها. اللي هم موجودين دول اللي هم ايه، اهل النار المخلدين فيها ابدا، اللي هم خلاص ما لهمش بقى مخرج خلاص من النار، فتغلق عليهم ابوابها. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن مين بقى؟ بيتكلم عن اخر واحد
اخر شوف بقى انت اخر واحد ده ممكن يكون عمل مصايب قد ايه في الدنيا، ولا حول ولا قوه الا بالله، فضلت مقعداه في النار، ممكن يبقى قاعد في النار دي ملايين السنين، وبعدين طلع بعد بقى ايه سنين طويله، الوف السنين ولا ملايين السنين قضاها في النار، ثم يخرج فيدخل الجنه بعد ما اتبهدل في النار ولا حول ولا قوه الا بالله. اني لاعلم اول رجل يدخل الجنه واخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامه فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. يعني من المواقف اللي هتحصل في أرض المحشر، من المواقف العجيبة، ما هو يوم القيامة ده يوم العجائب، يعني في حاجات عجيبة جدا جدا جدا. واحد من الناس يأتي يوم القيامة فلما يقف على الميزان، ما هو الميزان ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ميزان له كفتان، كل واحد يجي ومعاه الحسنات بتاعته ومعاه السيئات بتاعته، تتحط الحسنات في كفة وتتحط السيئات في كفة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية والعياذ بالله. فيبدأ الملائكة عليهم السلام يبدأوا يحطوله الايه الذنوب الصغيرة، الحاجات الصغيرة، الصغائر مش الكبائر، يحطوله بس الايه الصغائر في كفة السيئات، تمام؟ شوف الموقف العجيب جدا ده. فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، تتحط الأول الحسنات الايه الصغائر مش الكبائر، الكبائر تتشال على جنب. فيقال له عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، يعني ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه يقول له انت عملت اليوم الفلاني كذا، الصغائر يفكروا بس بالصغائر، الكبائر لا، يبقى مركون على جنب. فيقول له فاكر لما عملت كذا وكذا، يقول ايوه يا رب عملت، فاكر لما عملت كذا وكذا، ايوه يا رب عملت، فاكر لما عملت كذا وكذا، ايوه يا رب عملت. فهو مقر لا ينكر شيء مما يعرض عليه، وهو مشفق من كبارها. الراجل قاعد عمال يقول ايه ده، طب دي الحاجات الصغيره، امال لما تيجي المصايب اللي انا كنت عملتها هيحصل فيها ايه؟ لما الحساب ده على بس الحاجات الصغيرة الصغائر، امال لما يجي بقى دور الكبائر والمصايب اللي انا عملتها في حياتي هعمل ايه وهقول ايه يعني هيبقى موقفي عامل ازاي؟ فيبقى الراجل عمال مرعوب وشايل هم ان لما يجي الدور بقى على الايه؟ على الكبائر. فيقال اعطوه مكان كل سيئة حسنة، اعطوه مكان كل سيئة حسنة، يعني الذنوب اللي هو عملها، السيئات اللي هو عملها ديت خلاص شيلوها وادوله مكانها حسنات. قال تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فالراجل ده يكون منهم، يكون ممن تبدل سيئاتهم حسنات. فلما تعرض عليه الصغائر ويقر بيها ويبقى شايل هم الكبائر لما تعرض عليه، يقول الله عز وجل للملائكة بدلوا هذه السيئات بحسنات، شيلوها وادوله مكان كل سيئة عملها حسنة. فالراجل أول ما يشوف كده يفرح جدا جدا أن السيئات اللي هو كان خايف منها اتبدلت حسنات. بس شوف بقى يقول ايه؟ قال فيقول ان لي ذنوبا لا أراها هنا. يعني الراجل لما يسمع ان خلاص سيئاته هتتبدل حسنة يقول لهم لا استنوا، ده انا عامل مصايب كتير في الدنيا ما جاتش هنا ليه؟ هو عايزها تتبدل هي كمان، هتتبدل حسنات، ما هو لما كانت الذنب الصغير ده عليه حسنات صغيرة، فلما يكون كبيرة ولا حاجة من الكبائر اللي هو عملها هتتبدل قصادها حسناتها تبقى كتيرة جدا جدا جدا. فالراجل بعد ما كان مرعوب من الكبائر اللي هي لما تعرض عليها تخلي ميزان سيئاته هو اللي يرجح، دلوقتي بقى هو اللي بيطالب بيها، يقول لهم هو فين الكبائر؟ فاكرين ده أنا عامل مصايب، انتوا شايلينها ليه؟ هاتوا الحاجات اللي أنا عملتها في الدنيا حطوها عشان تتبدل هي كمان. فموقف في منتهى الطرافة. فقال أبو ذر رضي الله تعالى عن سيدنا أبو ذر لما روى هذا الحديث، قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الموقف ده ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي الأضراس، يعني ضحك بشدة صلى الله عليه وآله وسلم. ده موقف جميل جدا جدا. طبعا الراجل ده مش هو آخر واحد هيخرج من النار، لا، هو النبي قال إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر رجل يخرج من النار، يعني يعرف ده ويعرف ده.
ثم ذكر لنا موقف ثالث عن الراجل ده. طبعا ده مش هو اخر واحد هيخرج من النار، ده واحد من ضمن الناس اللي هتكون في ارض المحشر. نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. الحديث الثالث حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا ضحك، وفي رواية ولا رآني إلا تبسم عليه الصلاة والسلام. سيدنا عبد الله بن جرير هنا بيعلمنا حاجة في منتهى الجمال، وهي إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان كل لما يشوفه يتبسم. شوف بقى بيقول ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ضحك أو إلا تبسم. يعني الكلام ده معنى إيه؟ معنى أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان من أدبه وكان من هديه وكان من سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم إن هو كل لما يشوف حد يتبسم في وجهه، يتبسم في وجه الواحد. يتعجب ان كتير من الاخوة ممكن يكون حد متسنن وحد حريص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تبص تلاقي لما تروح تسلم عليه تلاقيه كده متجهم الوجه، وتلاقيه كده بيسلم يعني بلا مبالاة، كأن ده يعني هيعطيه نوع من المهابة في قلوب الناس، ان هو لما يبقى مكشر كده وجد قوي يبقى ده يعطيه مهابة في قلوب الناس، وهذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. النبي ما كانش بيعمل كده، النبي عليه الصلاة والسلام كان كل لما يشوف حد من الناس لابد ان هو يتبسم في وجهه عليه الصلاة والسلام. إذن يا أخوانا من التدين ومن الالتزام ومن حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك تبقى دايما وجهك مبتسم، إنك كل لما تشوف حد بيسلم عليك لازم تبتسم في وجهه، ما ينفعش يسلم عليه وانت مكشر أبدا أبدا، ما ينفعش تعمل كده. أي حد بيسلم عليك لازم تبتسم في وجهه. هذا كان هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قول جرير رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، يعني ما حجبني من الدخول عليه، يعني كان كلما استأذن جرير رضي الله عنه أن يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن له، يعني ما كان يمتنع عن الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن أدبه عليه الصلاة والسلام أنه كان دائما قريبا من أصحابه قريبا من الناس، أي حد محتاج النبي في أي وقت كان يجد النبي عليه الصلاة والسلام معه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا. شوف بقى اللي هو آخر واحد يخرج من النار ده بعد ما قضى فيها سنين طويلة جدا جدا يخرج منها والعياذ بالله إيه زحفا، يبقى ماشي كده على إيه بيزحف على إيده ورجله من الأهوال اللي شافها جوه جهنم والعياذ بالله. فيقال له انطلق فادخل الجنة بعد ما خلاص طلع بقى أخيرا خرج من النار. شوف أنت لو واحد مسجون ولا حول ولا قوة إلا بالله تسجنه سنة ولا اتنين ولا حاجة وخد براءة، شوف يبقى طالع سعيد قد إيه. طب ده بقى طالع مش من السجن، طالع من جهنم والعياذ بالله، طالع من النار. نسأل الله أن ينجينا من عذاب النار. ده بقى قعد في النار ومش قعد له شوية سنة ولا اتنين، لا ده آخر واحد، يعني قعد مدة طويلة جدا 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 في النار ولا حول ولا قوة إلا بالله، لدرجة إن الراجل وهو طالع بقى خلاص طالع من جهنم مش قادر يقف على رجله، طالع بيزحف خلاص خلص مش قادر يقف على رجليه. فبعد ما يخرج من النار يقال له انطلق إلى الجنة، خلاص روح بقى ادخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، يعني لما يروح يقف على باب الجنة يلاقي الناس كل الناس قاعدة في الجنة خلاص بقى، ما هو الناس قاعدين في الجنة بقى لهم سنين طويلة وهو لسه يدوبك خارج دلوقتي من النار والعياذ بالله، الناس خلاص قاعدين في الجنة بقى خلاص وبيتمتعوا بيها. فلما يروح يقف على باب الجنة يلاقي الناس كلها قاعدة في الجنة، فكل واحد خلاص بقى في المكان بتاعه في الجنة. فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل. يقول الله أنا هقعد فين، ده الجنة خلاص اتملت كل الناس قعدوا، ما هو خلاص الرجل ده آخر واحد، يعني إيه يعني كل أهل الجنة دخلوا الجنة مش باقي غيره هو بس، كل أهل الجنة خلاص دخلوا الجنة مش فاضل غيره، آخر واحد خلاص هيدخل الجنة وبابها يتقفل، يعني خرج من النار وبابها اتقفل خلاص ويدخل الجنة وبابها يتقفل خلاص، ما فيش حد بقى لا يخرج من هنا ولا حد يدخل هنا، انتهت خلاص على كده. فلما الراجل يروح ويقف على باب الجنة يبص يلاقي الدنيا إيه خلاص مليانة، كل الناس قاعدة في أماكنها، فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل. فيقال له
أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ أنت فاكر الدنيا؟ ياه دنيا تقلها افتكرها بعد ما قعد في النار ألوف ولا ملايين السنين، هيفتكر بقى الدنيا دي فين؟ كان زمان قوي قوي الدنيا ديت. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم أيوة فاكر. قال فيقال له تمنى. طب اتمنى نفسك فيه؟ أنت يعني مش لاقي مكان في الجنة؟ فاكر ان الجنة اتملت خلاص، طب انت نفسك فيه عايز ايه؟ قال فيتمنى. تخيل انت بقى نفسك، الله عز وجل بيقول لك اتمنى نفسك فيه، اتمنى نفسك فيه، تقول ايه بقى؟ يعني اذا قيل لك يوم القيامة تمنى، تمنى، هتتمنى ايه؟ اقعد كده تخيل امنياتك ايه اللي نفسك تلاقيها في الجنة، نفسك في ايه؟ نفسك ايه؟ تخيل ايه الامنيات اللي نفسك تتحقق. فيقال له فان لك الذي تمنيت. يعني اتمنى، يقعد الراجل بقى يقول يا رب نفسي في بيت واسع قوي، يكون في حمام سباحة كبير، ويكون في جناين كل بقى انواع الشجر، ويكون البيت معمول من الذهب، ويكون مش عارف ايه، ويكون ايه، ويكون يقعد بقى يتخيل 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 كل ده، عمال يقول كل الامنيات لحد اما خلاص خلص، يقعد يتمنى 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 لحد اما كل الامنيات اللي تخطر في باله تنتهي، خلاص مفيش بقى حاجة تاني، كل اللي يعرفه قاله. بعد ما يقول كل الحاجات ديت، الله جل جلاله يقول له فإن لك الذي تمنيت، كل اللي انت قلته خلاص، كل اللي انت قلته خلاص ليه؟ قال فإن لك الذي تمنيت، بس كده؟ لا مش بس كده، وعشرة أضعاف الدنيا، عشرة أضعاف الدنيا، عشرة أضعاف الدنيا يعني إيه؟ يعني قد الأرض عشر مرات بما عليها، تخيل ده آخر واحد خالص، أقل حد في الجنة، شوف أنت الأرض دي كلها بما عليها، أهو أنت ليك قد الأرض بما عليها عشر مرات غير الأمنيات اللي أنت تمنيتها. فيقول العبد الراجل يذهل لما يسمع الكلام ده، يتصدم الأمنيات، الراجل خلاص قال كل اللي يخطر في باله. فيقول العبد أتسخر بي وأنت الملك؟ أنت يا رب بتسخر مني؟ الراجل طبعا قال الكلام ده من هول الموقف ومن الصدمة اللي هو اتصدمها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني ضحك بشدة عليه الصلاة والسلام من موقف هذا الرجل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل الجنة. الحديث الخامس حديث علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه، سيدنا علي بن أبي طالب، أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله. يبقى أول حاجة خلي بالك إن لما جابوا له الدابة الحصان أو الجمل أو كده، أول ما حط رجله في الركاب، الركاب اللي هو حديدة كده مدورة يحط رجله فيها وبعدين يطلع على الإيه؟ على الحصان، ده كده اسمها الركاب. يبقى أول ما حط رجله على الركاب قال بسم الله. طب دي منها نستفيد إيه؟ نستفيد إنك لما تيجي تركب الدابة، تركب السيارة أو تركب الأتوبيس أو تركب الطائرة أو تركب أي حاجة، أول ما تحط رجلك على السلم بتاع الركوبة اللي أنت هتركبها تقول بسم الله. يبقى تقول أو بسم الله إمتى؟ أول ما تحط رجلك في السيارة، فتحت باب السيارة حطيت رجلك تقول بسم الله. يبقى دي كده من إيه؟ من السنة. فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يبقى ده دعاء ركوب الدابة. يبقى إمتى تقول الدعاء ده؟ تقوله لما تستوي على ظهرها. تستوي على ظهرها يعني لما تقعد، يعني أنت فتحت باب السيارة حطيت رجلك تقول بسم الله، قعدت تروح قايل الدعاء دوت، ركبت وانت طالع الطيارة أول ما تحط رجلك على أول سلمة تقول بسم الله، طلعت دخلت وقعدت على الكرسي بتاعك أول ما تقعد تروح قايل الدعاء ده، وهكذا في كل أنواع الركائب. ثم قال الحمد لله ثلاثا، يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يبقى ده الإيه؟ ده الدعاء بتاع ركوب الدابة. ثم ضحك،
يعني سيدنا علي رضي الله عنه لما قال الدعاء ده ضحك، فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. يعني العبد لما يقول الكلام ده، هذا الدعاء يكون مقبولا عند الله عز وجل. لذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من سعادته وفرحته أنه علم أن الله عز وجل يقبل دعاء العبد إذا قال: اللهم اغفر لي ذنوبي. يبقى هنا النبي ضحك ليه عليه الصلاة والسلام؟ ضحك لأنه علم أن هذا الدعاء يكون مقبولا عند الله عز وجل، فضحك سعادة واستبشارا عليه الصلاة والسلام. وإلا فإن الضحك عند قول هذا الدعاء ليس من السنة، يعني مش من السنة كل لما تقول الدعاء ده تضحك، لا، ده هو النبي عليه الصلاة والسلام ضحك في هذا الموطن أو في هذا الموقف لأنه علم هذا العلم أن الله عز وجل يرضى من العبد أن يقول هذا الدعاء، وأن العبد إذا قال هذا الدعاء فإن الله عز وجل يقبل منه هذا الدعاء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ضحك فرحا واستبشارا. وكمان سيدنا علي رضي الله عنه لما ركب هذه الركوبة وقال هذا الدعاء تذكر هذا الكلام الذي علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك أيضا استبشارا وفرحا لما علمه من أن الله عز وجل يقبل توبة العبد ويقبل منه هذا الدعاء. خلاصة هذا الباب يا أخوانا هو أن من التسنن ومن الالتزام ومن التدين أن إحنا دايما دايما نكون على وجوهنا ابتسامة، دايما تكون مبتسم، دايما دايما تكون مبتسم. إياك تخلي نفسك، تعود نفسك أن يبقى وشك دايما مكشر، خصوصا لو جه حد يسلم عليك، حد تعرفه حد ما تعرفوش، حد بيتكلم معاك، دايما يكون على وجهك ابتسامة لطيفة. يعني مش ابتسامة يعني تكون مبالغ فيها، لا، تكون ابتسامة لطيفة. هذا من حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا يا أخوانا أن لا يكون الإنسان مفرط في المزاح، يعني ما يبقاش عمال بيضحك عمال على بطال، فهذا ليس من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أكثر ضحكه التبسم، يعني كان دايما دايما لما يضحك كان يتبسم فقط، ما كانش يضحك جامد قوي قوي قوي، لا، هذا ليس من أدب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يسقط مروءة الإنسان ويقسي القلب، يعني الإنسان عمال بيضحك عمال على بطال ويهزر عمال على بطال، لا، هذا ليس من أدب النبي صلى الله عليه وسلم وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إفراط ولا تفريط، ولكن تكون دائما في الإيه؟ تكون دائما في الوسط. فهذا هو يعني ما تعلمناه من هذا الباب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن التأسي بنبينا عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.